إذن رحبوا معي بالشاعر الذي يخاف من الأماكن العالية لكنه لا يخاف أبداً أن يتربع على عرش الشعر، الشاعر رقم واحد الشيخ ولد بن لعمش من موريتانيا. بلاد الشنقيط تقرئ عشاق الشعر سلامها، فالسلام عليكم ورحمة الله. شوقاً إلى شطآنها أدمنت، شوقاً إلى شطآنها السهرة، فاعبر على ذات ألواح كمن عبرا. أدمنت شوقاً إلى شطآنها السهرة، فاعبر على ذات ألواح كمن عبرا. أكلما قلت يا عرش الرؤى أرني أنظر إليك، يقول انظر فسوف ترى. أكلما قلت يا عرش الرؤى أرني أنظر إليك، يقول انظر فسوف ترى. وصرت من طبق ترقى إلى طبق، إذا وصلت فعانق ويحك القمر. بدأت مسراك من الشنقيط فاتلو بها على الورى ذمنا من سورة الشعراء. تريد ملكا فيبكي صاحب حزنا على امرئ القيس لما أزمع السفرا. تريد ملكا فيبكي صاحب حزنا على امرئ القيس لما أزمع السفرا. وتصطفيك أبو رب كعادتها أما تلاقي ابنها من بعد ما انتظرا. وتصطفيك أبو رب كعادتها أما تلاقي ابنها من بعد ما انتظرا. كانت شفاهك طول الدرب ذابلة، فكيف في لحظات أصبحت ثمرا. كانت شفاهك طول الدرب ذابلة، فكيف في لحظات أصبحت ثمرا. كان القصيد تماثيلا تزخرفها، وحين لامسه النقد استوى بشرا. كان القصيد تماثيلا تزخرفها، وحين لامسه النقد استوى بشرا. على السفينة 20 الرياح بهم طورا تميل وتأتي مرة نشرا. على السفينة 20 الرياح بهم طورا تميل وتأتي مرة نشرا. يا بحر ما أنا بالناجي إذا غرقوا، ولا الأمير إذا لم يصبحوا أمرا. السلام عليكم. شكرا أيها الشيخ الجميل. أنت لا تعبر بسفينة ذات ألواح، بل تعبر بصاروخ. تتغذى بأبيات القرآن الكريم وترقى بسرعة من طبق إلى طبق، وتتلو ثمنا من سورة الشعراء ببلاغة أهل شنقيطة الخاصة. لكن لا تبكي مثل صاحب امرئ القيس، فأنت تدنو مع رفاقك من الغاية، وإن كانت شفاهك قد ابتلت بماء الشعر والحياة، وأحسنت تمثيل روح النقد وهي تبث في التماثيل حيوية البشر. بيتك الختامي من أجمل الأبيات، إذ تقول: يا بحر ما أنا بالناجي
إذا غرقوا ولا الأمير إذا لم يصبحوا أمرا. هذا هو الموقف العادل النبيل، لن تكون أميرا إلا إذا كان صحبك كلهم أمراء. للشعر طبعا، لا تطمعوا في شيء آخر. شكرا. على الرغم من أنك كنت ترتقي طبقا على طبق، لأنك لا أدري ما زلت تخاف من الأماكن العالية وهزمت هذه الفوبيا في القصيدة، على الرغم من كل ذلك، لأن هذه القصيدة في الواقع تتعالق مع إشارات كثيرة قرآنية، مثل ذات ألواح أرني أنظر إليك، طبق ترقى على طبق، سورة الشعراء. هذا في الواقع دليل على يعني علاقة الحميمة التي تربطك بالقرآن الكريم، لكن قد يقود أيضا هذا الأمر إلى يعني عدم وجود رؤية واضحة في هذا التناص، ثم تنتقل إلى استحضار رحلة الملك الظليل لاستعادة ملك أبيه، وتذكر بالبيت بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر. إذا كان أمر القيس أو الملك الظليل قد بدأ رحلته بحثا لاستعادة ملك أبيه، فإن رحلتك في الواقع تختلف، إلا أن كنت تظن أنك تبحث عن ملك يعني يرتبط بالسلطة أكثر. لا لا، فعلا كان آخر بيت من أجمل أبيات هذه القصيدة: يا بحر ما أنا بالناجي إذا غرقوا ولا الأمير إذا لم يصبحوا أمرا. البيت يفيض بالمشاعر وبالشعرية أيضا، بالمشاعر التي تعبر عن لحظة متواضعة جدا. شكرا لك أخي الكريم. مساء الخير. مساء النور. في قصيدتك تأثير واضح من القرآن الكريم، أريني أنظر إليك، سورة الشعراء. لماذا قرأت ثمنا واحدا ولم تقرأ السورة كلها؟ يعني القافية، الوزن. لقد وفقت في وصف أبو ظبي الحسناء التي تجب مدن العالم جمالا وحسنا، فتوقفت لدى بعض معالمها الحديثة مثل ناطحات سحابها وشطآن بحارها. استحضرت وأنت تتحدث عن مسيرتك الشعرية قصة امرئ القيس حين بكى صاحبه عمرو بن قميئة في طريقهما إلى بلاد الروم، بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر. لقد أشدت بالنقد، يعني قد أشدت بنا، فشكرا، حين قلت كان القصيد تماثيلا تزخرفها وحين لامسها النقد استوى بشرا، فأنت تشيد هنا بالنقد الذي يبعث الحياة في التماثيل الجامدة وهي وتقصد بها القصائد، وفي الحقيقة ليست تماثيل جامدة، فتقتدي بشرا سويا. إنك أيها الشيخ الفتى دافق الشعرية، موهوب طافح الموهبة، يخافك الشعر فيذل لك فينقاد القيادة. شكرا. شكرا الشيخ ولد اللعمش، وبالتوفيق إن شاء الله. والآن مع ثاني فرسان.